أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وسعيهم المستمر والحثيث لفتح آفاق جديدة لدعم التعاون المشترك. جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير الخارجية في افتتاح الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية التي عقدت أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية وأخيه معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية. ونوه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن أهم ما يميز هذه الدورة للجنة البحرينية المصرية المشتركة تزامنها مع زيارة حضرة صاحب الجلالة إلى مصر بدعوة كريمة من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، مشيرا معاليه إلى أن ما تم التوصل إليه من نتائج مميزة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة والتوافق على توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات عدة، ما هو إلا ثمرة من ثمار اللقاءات المستمرة والمباركة لقيادتي البلدين وتربية لتطلعاتهما في ترسيخ وتمتين العلاقات على كافة الأصعدة. وأوضح معالي وزير الخارجية إلى أن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لم تقتصر على الجانب الثنائي، بل كانت فرصة أيضا للاستثمار في التنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية وتوحيد الرؤى حيال التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه أمتنا العربية اليوم، كالتدخلات الإيرانية في شؤون دولنا وظاهرة الإرهاب والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيرها. ومن جانبها أكد معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية أن العلاقات بين البلدين الشقيقين كانت ولا تزال مثالا يحتذى في العمل العربي المشترك، مستذكرا معاليه الزيارات المتعددة لجلالة الملك المفدى إلى جمهورية مصر العربية منذ زيارة جلالته في عام 2013 كأول قائد خليجي يزور مصر بعد الثورة، ما تلاها من زيارات لجلالته جسدت دعما مهما وصريحا لمصر وقيادتها، وعكست حرصا كبيرا على استمرار تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وفي مختلف الظروف. هذا وقد تمثلت أهم نتائج الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بالاتفاق على توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تشمل التشاور السياسي والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية والشؤون الإسلامية العسكرية والتعليم والصحة والتجارة والطاقة وأيضا الثقافة والإعلام والسياحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والملاحة والخدمة المدنية. هذا وقد عقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد انتهاء أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة، تم خلاله استعراض أهم النتائج والمشاورات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة. أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية على توافق الرؤى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر بشأن مختلف القضايا، وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد على أن البحرين تقف دائما بجوار مصر لدعم وحدتها واستقرارها إزاء أي محاولة للانتقاص من هذه الوحدة، معربا معاليه عن شكر البحرين لمصر على المواقف الداعمة لاستقرار البحرين من التدخلات الخارجية مثل التدخلات الإيرانية. من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤتمر إن المباحثات المشتركة مع وزير الخارجية البحريني تناولت الأوضاع المضطربة في المنطقة، كما تناولت سعي مصر والبحرين للقضاء على أي محاولات للانتقاص من الهدوء والأمن بمملكة البحرين التي تواصل عجلة التقدم. اجتماعنا اليوم اجتماع اللجنة المشتركة ومساء هذا اليوم يصل إلى أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة، يصل جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله. هذه زيارة هامة، ونقدر ونشكر جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة، ونتطلع إلى أن تبرز نتائج هذه الزيارة كما تمخضت اجتماعات لجنتنا المشتركة بعدد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، هناك في التشاور السياسي والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية وفي الشؤون الإسلامية والشؤون العسكرية والتعليم والصحة والبيئة والثقافة وأمور كثيرة والشباب والرياضة والملاحة والخدمة المدنية.
هذه اتفاقيات، لكن كنا نعمل أيضا بدون هذه الاتفاقيات، وما هي إلا أطر لترتيب وتنظيم هذا العمل ليكون على أكمل وجه. أعمال اللجنة المشتركة وضعت أرضية كبيرة لعلاقة تعاهدية بعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات البرامج التنفيذية التي تعد الانطلاقة لعلاقة مواتية وإيجابية تربط بين البلدين وتحقق مصالح محددة للشعبين. ونحن نرى في هذه اللجنة دعامة رئيسية من دعائم العلاقات الثنائية، كما نجد في التواصل المستمر على مستوى القيادة البلدين، على مستوى وزراء الخارجية، على مستوى المسؤولين، على مستوى الوزاري ودون الوزاري، والاهتمام المشترك بأن نكثف هذا التواصل، وهو أيضا معبر عن الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات وتوثيقها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لكي ينعم الشعبين بالرخاء والاستقرار ويستمر هذا الوصال فيما بينهم الذي يمتد عبر التاريخ. السلام عليكم، بسام البدوي من تلفزيون البحرين. سؤالي موجه للوزيرين، يعاني البلدان من آفة الإرهاب، فهل تم البحث والتطرق حول هذا الملف، وهل هناك برامج مشتركة من أجل مكافحة الإرهاب في البلدين؟ شكرا. نحن ننسق دائما وباستمرار في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق دائما، وهذه بالنسبة لنا يعني من أهم الإجراءات اللي نتخذها التنسيق الثنائي مع جمهورية مصر العربية في مكافحة ومواجهة هذا الإرهاب. لكن إذا نظرت إلى الصورة، يعني لماذا تزايد الإرهاب أو ظاهرة الإرهاب اليوم؟ سبب واضح، مسألة إضعاف الدول أو الدولة الوطنية في كل دولة هي اللي فتحت الساحة في بلد معين أو جزء من هذا البلد أن تكون مسرح للمنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وغيرهم من المنظمات الإرهابية، إضافة إلى الإرهاب كما تفضلتم المدعوم من الدول الذي يسيطر على بعض مفاصل الدول ولديه السلاح وأن لم ينفذ أو ينفذ له ما يطمح إليه في البرلمان النيابي يقوم به عن طريق ميليشياته وسلاحه وجنوده في الشارع، هذا هو أيضا إرهاب. فكلما قويت الدولة وثبت مجتمعها وتماسكت بمختلف المستويات، كلما ضعفت وصغرت الساحة للإرهابيين أنهم ممكن تكون لهم مجال. فالتنسيق دائم ويجب أن نسعى، ونحن كدول عربية بالأخص مع جمهورية مصر العربية نسعى بكل ما لدينا من قوة للمحافظة على الدول، كل دولنا العربية،